السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده بديل الكحول. طبعا الكحول عليه أزمة اليومين دولت، لأن كان عليه سحب وصعب اللي انت تلاقيه يعني في الصيدليات، ولو لقيتيه بتلاقيه سعره غالي. فالنهاردة هنعمل مع بعض بديل الكحول، اللي هو هنعمل بقى مع بعض مطهر ومعقم للايدين والجميع، يعني ليه يعني استخدامات كتير جدا. وبرضو هتشوفوا في فيديو وهنقول لكم برضو عليها، وهنعمله يعني بكمية كبيرة. انا هنعمل معاكم 1 رتل بس، ده كده بقى الكمية اللي انا عملتها، 2.5 رتل اهوت مطهر جميل جدا جدا. ويلا بينا حبايبي نشوف الطريقة سوا. النهارده حبايبي هقدم لكم مطهر ومعقم بطريقه جديده لغسيل يعني لتعقيم الايدين. انا بقالي كذا فيديو عماله بقدم لكم يعني تعقيمات كده، ازاي يعني تعقمي ايديكي وايدين اولادك، وازاي تعقمي برضو يعني الارضيات عندك، الحيطان. يعني عملت لكم كذا فيديو، وازاي برضو تعقمي، برضو عملت فيديو تاني برضو ازاي تعقمي ادوات المطبخ عندك. طبعا بعد الفيروس دوت يعني منتشر في جميع البلاد، ربنا يحمي، يا ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب. فطبعا لازم كل يعني كل ست بيت كده تحاول اللي هي ايه يعني يعني تعمل الحاجات ديت، المطورات ديت، عشان ايه يعني تحافظ على اسرتها، لان طبعا هي الاساس، الست البيت هي الاساس في الموضوع دوت، اللي هي لازم تخلي بالها يعني من شقتها، اللي هي تعقم كل حاجة في قلب شقتها، ايدين اولادها برضو يعني تقول لهم باستمرار برضو على غسيل الايدين، وتحط لهم بخاخة يعني مطهر كده تعمله لهم. يعني زي ما شفنا يعني قدمت لكم كذا فيديو، كلهم فيديوهات جميلة جدا، لان طبعا عيب المطورات ديت اللي انا بقدمها لكم دي بديل الكحول، لان الكحول يعني اتسحب من الصيدليات، ويعني وصعب اللي انت تلاقيه. فبحاول ان انا اعمل لكم البدايل، وبدايل بس ايه، بدايل يعني جميلة جدا جدا، وهتدي لك نتيجة كويسة ان شاء الله. فهو النهارده هنقدم لكم بقى الفيديو بتاع النهارده، هيبقى فيه المطهر اللي هو هنستخدم فيه اللي هو الديتو، وهقول لك برده المكونات بتاعته، بسيطه جدا وسهله. ويعني وبالصدفه كده هو امبارح برده يعني وانا بتفرج برده على التلفزيون، سمعت برده دكتور من بعد الفيروس كورونا منتشر في جميع البلاد، وربنا يحفظكم يا رب ويبعد عنكم المرض دهوت، انتوا واسرتكم، واي حد طبعا يعني يبعد عن المرض دوت عن كل الناس يا رب. فدلوقتي بقى ايه، قال يعني في الكحول اتسحب من الصيدليات بطريقه رهيبه، ما فيش يعني صعب اللي حد يلاقيه، ولو حد لقاه بيبقى سعره بقى غالي. فقال على بدايل، فانا صورت لكم فيديو اللي هو الفيديو اللي فات، واستخدمت فيه مطهر يعني بطريقة بسيطة جدا، اللي هو لو انت عندك اللي هو مطهر الاسنان، اللي هو لما انت اسنانك بتوجعك وتروحي تكشفي، فالدكتور بيكتب لك على غسول الاسنان، فعملت لكم مطهر بيه. بس هو نسب، ممكن ترجعوا الفيديو وتشوفوه انا عملت ايه. والنهارده بقى ايه، قال برضو على ازاي برضو ان انت تعملي برضو مطهر كده للايدين برضو بديتو، لا بس هي بتبقى نسب برضو. فهتشوفوا برضو معايا الفيديو، كل اللي احنا هنحتاجه، هنحتاج لديتو وبخاخة، وهنحتاج لجيرك فاضي عندي اهوت، على اساس اللي انا احط فيه كمية يعني المطهر كده اللي انا هعملها. وهنحتاج بقى المية تكون سخنة مغلية، يمكن انتوا سامعين الصوت اهوت، لازم تكون بتغلي. فانا دلوقتي بقى ايه هطفي عليها. دلوقتي بقى انا هسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هنرجع تاني ونشوف مع بعض بقى ايه هنعمل ايه، علشان ايه يعني نوريكم النسبة اللي انا هنحطها. دلوقتي حبايبي انا سبت المية كده لحد ما بردت كده معايا، هبدأ بقى دلوقتي حبايبي بالغطا ده هوت، اي غطا عندك بتاع ازاز الدواء اللي هو ده كده، هتبدأي اللي انت هتعبيه كده مرتين.
عشان انا عامله رتم ميه، هنحط ايه 2 غطا. لو انت هتعملي نص رتم يبقى ايه، يبقى هتحطي ملو غطا واحد. بس كده اهوت. طب انا بجيبه بحطه، بجيب الديتول وبحطه في البخاخه عندي، عشان مثلا في الحمام بعد ما انضف الحمام ولا حاجه اقوم رشه منه كده من غير تخفيف بقى، من غير ما اخففه، في الاركان كده بتاعت الحمام. فعلى طول انا بجيبه واخليه بايه في البخاخه ايه كده. ده كده حبايبي. يبقى احنا كده عملنا مطهر للايدين، نعم، بمكونات بسيطة جدا جدا، هيدينا نتيجة كويسة. وكده يعني ده كده بديل الكحول. لا، لأن الكحول يعني مشحوط اليومين دولت في الصيدليات، ولو لقيتي حد مثلا صيدلية بتبيعه هتلاقيه غالي. فكده يبقى انت كده عملتي مطهر كده للإيدين، وتحمي نفسك وأسرتك بمكونات بسيطة جدا زي ما شفنا. وزي ما قلت لكم برضه، يعني انا مقدمه كذا نوع من المطهر، وكل نوع انا مقدماه يعني بطريقه كويسه جدا، ويعني مفعوله، المفعول بتاعه بيبقى قوي جدا. نعم، فتقدري اللي انت تشوفي المطهرات اللي انا عاملاها وتعملي اي نوع يعجبك، ويعني وتكون المكونات بتاعته مناسبه ليكي وتقدري اللي انت تعمليه. بس المهم اللي انت ايه، يعني تحمي نفسك واسرتك من فيروس كورونا، وربنا يحفظكم جميعا يا رب. وده كده كانت طريقه كده من ضمن الطرق برضو اللي انا بقدمها، وبرضو في طرق تانية برضو هقدمها لكم ان شاء الله. كده بقى انا هبدا اللي انا احط منه كده في قلب الازازه دي، ازازه فاضيه عندي بتاعت سيبرتو كحول. لا، كنت جايبه اللي هو ازازه، اي ازازه بقى عندك بخاخه، ده كده بتاعت كحول. لا، كنت جايباه تركيز 70%. يعني هبدأ ان انا استخدمها كده واحط فيها واسيبها بقى عندي على الحوض كده، يعني الاولاد بقى ايه، الاولاد عندي يعني يستخدموها. وعلى فكره مش المعقم ده هوت يعني لتعقيم الايدين بس، لا، يعني انت ممكن مثلا تاخدي ملو غطا كده من المعقم، من الديتول ده هوت، وفي اخر دورة في قلب الغسالة في الشطف تبدأي ان انت تحطيه وتعقمي الملابس. مثلا تاخدي برضو منه برضو من الديتول ده هوت، وتعقمي بيه الارضيات وانت بتمسحي، وانت بتمسحي الطبخات. يعني مثلا ايه، بعد انا ما حطيت كده، ممكن برضو اللي انت ايه بعد ما حطيتيه وخففتيه بالمية كده بنفس الطريقة، ممكن برضو ايه بحتة نظيفة او منديل ورق، وتبدأي اللي انت ايه ترشي كده هوت على الطبخة وتمسحي، تعقمي بيه اي حاجة، يعني تعقمي بيه برضو الحيطان، الارضيات. يعني ده كده متعدد الاستخدامات، يعني مش للايدين بس. يعني اتمنى حبايبي ان انتوا تقولوا لي رايكم ايه كده هوت. وطبعا انا هنعبيه بقى في اي جركن، في جركن فاضي كده عندي هوت، احطه بقى فيه واخليه بقى ايه، يعني هخلي طبعا انا كده عبيت الكميه اللي الاولاد عندي هيستخدموها، والباقي بقيته هنحطه بقى في قلب الجركن. وممكن برضه بقى ازود لهم بعد كده، بس انا حبيت بس ان انا اقدم لكم يعني رتل كده عشان تشوفوا بس الكميه، النسب اللي انا هنحطها عليها بس. بعد كده هزود لهم بقى انا ايه عشان استخدمه، لان انا هستخدمه زي ما قلت لكم في جميع يعني الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، انا هعقم بيه كل حاجه انا بعملها، يعني اي حاجه انا بعملها هستخدم منه على طول. لا كده حبايبي، انا كده زودت الكميه كمان. غيرت بقى، قلت بدل ما اعمل في الجيركن الابيض اللي انا وريته لكم، عملت بقى في الجيركن ده هوت، لان انا زودت الكميه، عملت يعني رتل ونص كمان، انا عملت معاكم رتل مطهر. فدلوقتي بقى ايه، انا زودت نفس العيار بقى اللي انا عملته معاكم، بس انا ضعفت على رتل ونص، وحطيت بقى الكميه هنا في الجيركن هنا عشان ايه، يعني هستخدمها بقى زي ما قلت لكم، هستخدمها في كل حاجه، يعني هستخدمها مش يعني مش للمطهر كده، يبقى مطهر ومعقم كده يعني بعد غسيل الايدين تطهري بايديكي. لا، هستخدمها بقى ايه يعني في اخر دوره برضو في قلب الغساله، هاخد منها برضو واحط برضو في قلب الغساله، هستخدمها برضو يعني
من البخاخة دي كده هوت. طبعا هرش بيها كده هوت بقى على الطبخات، على الحيطة، وبحتة نظيفة كده، ويعني وامسح كده وعقم كل حاجة في قلب المطبخ، لأن يعني المعقم دوت هيكون متعدد الاستخدامات، تقدري يعني تستخدميه في كل حاجة. أتمنى حبايبي إن الفيديو النهاردة يكون نال إعجابكم وتكونوا استفدتم منه. طريقة سهلة جدا وبسيطة، ويعني غير مكلفة بالمرة، وتقدري ليه تستخدميها في كل حاجة في قلب الشقة. طبعا الوصفة ديت أنا بقول لكم برضو تاني، ديت أنا كنت سمعها من دكتور في التلفزيون، يعني بالصدفة كده وأنا فاتحة التلفزيون فسمعت الدكتور قال على 2 مطاهر، لأن طبعا الكحول يعني خلاص يعني غير متوفر في الصيدليات، بيتسحب من كتر يعني السحب عليه، فصعب اللي انت تلاقيه، وكمان لو لقيتيه كمان هتلاقيه اللي هو بسعر غالي، يعني يبقى الازازة اللي زي دي كده هوت هتلاقيها غالية. فدلوقتي بقى ايه، قال على البديل بتاعه، بديل الكحول، اللي هي الوصفة اللي انا عملتها معاكم النهاردة، وكان قايل برضه على وصفة تانية برضه انا عملتها في فيديو تاني، واللي هو بقى ايه يعني استخدمنا فيه اللي هو بتاع المطهر، اللي هو بتاع الاسنان، لما اسنانك بتوجعك فطبعا الدكتور بيكتب لك على يعني مضمضه كده اهوت، فهي ديت انا استخدمتها برضو معاكم في فيديو برضو يعني نزلته لكم برضو في القناه، وبرضو ديت يعني بحاجات يعني غير مكلفه برضو بالمره، هتديكي نتيجه كويسه جدا جدا. طبعا دي بدايل للكحول، لو انت مش قادره ان انت يعني تجيبيه، ديت بدايل وبتدي لك نتيجه، يعني بيبقى مطهر قوي جدا جدا لتعقيم الايدين. برضو زي ما قلت لكم المطهر برضو اللي انا عملته معاكم برضو يعني في غسيل اللي انا عملته معاكم من مطهر اللي هو بتاع الاسنان، برضو ده تستخدميه برضو في كل حاجه زي ده كده بالظبط برضو. وبرضو هوريكم برضو طريقه الاستخدام بتاعته، ازاي تستخدميه برضو على ايديكي، وازاي اللي انت يعني ايه يعني هو عشان هو ليه برضو طريقه معينه، يعني مش اللي انت ترشي على ايديكي وخلاص. فانا دلوقتي هوريكم برضو الطريقه قبل ما انهي الفيديو، واتمنى ان انتوا ايه تستفادوا ما وتعلموها برضو ايه لاولادكم، لان دي كده الطريقه الصحيحه اللي ايه للتطهير بيها ايديكي. فتابعوا معايا الفيديو. دلوقتي حبايبي انت طبعا بعد ما هتخلصي بقى المطهر زي ما وريتك تعمليه ازاي، وهتعبيه بقى في بخاخة كده، اي بخاخة عندك هتعبيه فيها، هتبدأي بعد كده هوت هتبدأي اللي انت تجيبيه ويعني وترجيه كده هوت، وبعد كده ايه بتبدأي اللي انت ايه ترشي منه كده على ايديكي، تبدأي اللي انت ايه بتعملي الايه الخطوة ديت. طبعا ايه دي الطريقة اللي كل الناس بتعملها. الطريقة بقى اللي انا هعلمها لك اللي انت تعمليها وتعلميها ان شاء الله كده لاولادك، فبعد كده هتبدأي اللي انت بكف ايديكي كده اهوت، هتعملي كف ظهر ايديكي كده من ورا كده نفس الطريقة، وبعد كده هتبدأي اللي انت تعملي الايه الصبع ده كده الكبير، وبرده في الايد التانية، وبرده هتعملي الايه الصوابع دي كده اهوت اهي كده، تعملي صوابع كلها. بعد كده هتبدأي اللي انت ايه تعملي ايه ايديكي كده اهوت من هنا كده، وبعد كده صوابع كده اهوت بتدخليها ايه كده اهوت ايه كده. يبقى انت كده ايه عقمتي ايديكي ايه كلها. بتيجي بقى من هنا كده، هناخد رشة سبرتو يعني على ايديا من هنا كده، وطبعا احنا عايزين نعقم الضوافر كمان، والضوافر بقى تكوني قصاها اهي، تعملي الخطوة ديت اهي. يبقى احنا كده عقمنا الضوافر كمان، هنيجي من الناحية التانية برضو من هنا، ادي رشة هنا واجي برضو بالايد التانية واعقم برضو ايه الضوافر. فيعني اتمنى ان انتوا ايه يعني تكونوا استفدتم بالفيديو النهارده، يعني طريقة سهلة وبسيطة في تعقيم الايدين، ودي الطريقة الصحيحة
اتمنى ان انتوا تعلموها لاولادكم، واتمنى كمان ان انتوا تكونوا استفدتم بالفيديو النهارده. ولو في اي استفسار اي سؤال حبايبي اكتبوا لي تعليقات وانا معاكم، بحبكم جدا جدا في الله. كان معاكم حنان الوراكي، ام ندى وفتحي. يا ريت اللي لسه انتباني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم وكان عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت اللي انتوا تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا، ويا ريت كده اللايك والشير حبايبي عشان الفيديو ده يوصل لاكتر عدد من الناس اللي هم يشوفوا الفيديو ده هوت، لان الوصفه جميله جدا جدا وهتفيد ناس كتير، وخصوصا اللي الكحول طبعا يعني عليه ازمه اليومين دولت. ف يعني الوصفه ديت جميله جدا وغير موفره وكمان بتدي نتيجه كويسه جدا جدا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى احنا كده عملنا بكمية كبيرة اهيت. الجيركن ده بياخد 2.5 رطل. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.